التكريم هذا ما يمكن يحس الانسان الا بالافتخار وبالاعتزاز وبالفرحه بكون هذا النهار هو اليوم العالمي للمراه. المراه هي واحد الكائن اللي كنحترموه وكنقدروه لكونه اللبنه الاساسيه في بناء المجتمع والفرد والتربيه ديال الاجيال ديال الغد. وهذا الشيء اللي كان كيدل فانما كيدل على توعيات المؤسسه الديمقراطيه ديالنا بحال هذه المؤسسه هذه ديال الاغكام بالاحتفاء بالمراه والتشجيع ديالها باش تزيد القدام ان شاء الله في المستقبل وتعطي الكثير والكثير لان في الجعبه ديالها ما تعطي ان شاء الله المراه المغربيه. شرف كبير لي اليوم باش يكون عندي هذا التكريم في المعهد الملكي الامازيغي بالرباط، وافتخار كبير كفنانه مغربيه في هذا اليوم العالمي للمراه باش ناخذ هذه الجائزه. كنعطي الهديه للنساء الامازيغيات اللي حتى هما مكافحات وجميع نساء العالم. وهذا الاحتفاء اعتاد المعهد انه ينظمه كل سنه. هذه السنه هذه تميزت تظاهره بشيئين يعني على الاقل. المساله الاولى هو الاحتفاء بذكرى روح الفقيده السيده زليخه نصري اللي كنعرفوا على انها كانت مستشاره ديال صاحب الجلاله الحسن الثاني ومستشاره ديال الملك محمد السادس كذلك. هذه تظاهره نعتقد انها تظاهره ناجحه بامتياز لانه استطعت انها تجند عدد من النساء وعدد من الرجال اللي هما كيتضامنوا مع المراه المغربيه. انا كنوجه واحد الرساله للمراه المغربيه بصفه عامه انها تثق في نفسها اكثر ويكون عندها واحد الثقه كبيره بانها كتستاهل جميع المناصب وجميع المجالات انها تدخل لهم سواء سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او ثقافيا او دينيا او بيئيا كيف ما كان هذا المجال. المراه المغربيه امراه قادره لانها امراه مثقفه ولانها امراه واعيه حتى ولو كانت اميه. تلقوا بان المراه ما قارياش وما كتعرفش تكتب وتقرا ولكنها فاهمه وعندها واحد الوعي. امهاتنا وجداتنا عندهم واحد الوعي كبير ومنهم كنستافدوا وحنا كنفيدوا للاجيال المقبله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.